العزيز عبادي، رئيس الشبكة الجمعوية لحماية المال العام والبيئة والدفاع على حقوق المواطنة بإقليم جرادة. كنشكروا الإخوان ديالنا اللي تحملوا عناء السفر باش يغطيوا علينا هذا المشكل اللي كيتعلق بالمجال البيئي والخروقات اللي كاينة في الأراضي السلالية نتاع قبيلة ولاد بختي. وقبل كل شيء، إلى هضرنا على الواقع البيئي بالإقليم نتاع جرادة، يحيلنا هذا في إحدى مكوناته على الغطاء النباتي اللي كاين في الإقليم. من هنا اللي بغينا نوصلوا للإخوان هو أن هذا الأماكن اللي احنا حاليا كنقوموا بالزيارة ديالها، هذه أماكن إلى حدود واحد التاريخ اللي هو ماشي بعيد بزاف، كانت عبارة عن غطاء نتاع الحلفاء. هذا الغطاء هذا اللي تم القضاء عليه من طرف هذه الساكنة اللي كيتم الأخذ بالتصوير ديالها، هذه الساكنة اللي تم الاستقطاب ديالهم من قبائل المجاورة مهايا وزكارة مخلطين، وهذو اللي احنا كنشوفوهم هنا اللي هم على الصورة حاليا، هذو من المهايا تم الاستقطاب ديالهم من طرف أعوان السلطة ومن طرف رؤساء جماعات اللي كاين هنا على مستوى القرية نتاع دقافايت. تم الاستقطاب ديالهم من أجل أهداف سياسوية، الاستغلال ديالهم في الانتخابات. وهاد الناس هادو اللي قضوا على هذا الغطاء النباتي كما كنشوفوا، ما خلاو لا غطاء نباتي لا والو. النهار الأول جاو عبارة عن الناس اللي غي وافدين بشوي نتاع الكسيبة، شوي شوي ما خلا يعني داروا بناو بطريقة اللي ما كاين لا ما كاين غير مقننة، إلا بغينا نقولوا بناو بشكل اللي هو فوضوي. ودو بليس كو سا يعني زايد على هذا الشيء هذا انهم يعني تراموا على اراضي سلاليه نتاع قبيله ولاد بختي، رغم ان الجماعات النيابيه اللي توافدت واللي فيها تمثيليه نتاع القبيله نتاع ولاد بختي قدمت الملفات ديالهم وقدمت كل شيء للسلطات على المستوى المحلي اللي هو السلطه الوصيه اللي هو الساده القياد اللي توافدوا على القريه نتاع دقافايت، ولا على المستوى الاقليمي ولا على المستوى المركزي قدموا شكايات في هذا الشان، الا ان الوضع باقي على حاله الى حدود الساعه. كشبكة جمعوية في إطار العمل اللي قمنا به في الدفاع على المجال البيئي، قمنا بمراسلات للمديرية الإقليمية نتاع المياه والغابات في هذا الشأن، فيما يخص ماشي غير المنطقة اللي متواجدين بها حاليا اللي هي عين بالعالية اللي تابعة للجماعة القروية نتاع دقافايت، وإنما على المستوى الإقليم. كانت حركية ديالنا اللي شملت تيولي واللي شملت برقام واللي شملت المريجة واللي شملت جميع الجماعات، شيء اللي لمسناه أن الإقليم نتاع جرادة البيئة ديالو فعلا يعني هي بيئة اللي هي تائين في حاليا حنا متواجدين بعين بالعالية. هذا غير نموذج نتاع ناس اللي يعني ثاروا فسادا في الأرض، يعني المجال البيئي ما خلاو فيه ما يدار. هذا غير نموذج، لأن كاين مناطق أخرى، كاين مناطق يكون الإنسان يقدر يعني لا ربما إلى سمحت لوقيتها، كاين مناطق بحال غوشي، كاين مناطق بحال الركيز، كاين الحاسين المخناز، كاين عندنا نماذج هنايا اللي رجال سلطة أو لا أعوان سلطة، كاين شيوخ ومقاديم اللي تراموا هما في حد ذاتهم في الوقيته اللي كان هما اللي كان خص يدفعوا على هذا المجال ويساهموا من الجانب ديالهم، كنلقاو بأن هما اللي تراموا على هذا الملك الغابوي وتم التدمير ديالو بشكل اللي هو فظيع. يعني نقدروا نصنفوا هذه الأفعال ديالهم يعني جرائم في حق البيئة. تقدمنا احنا كشبكة جمعوية في هذا الإطار هذا بمجموعة نتاع المراسلات لا على المستوى المحلي ولا الإقليمي ولا المركزي إلى حدود الساعة. مازال ما شفنا حتى شي حاجه، يعني باقي الوضع كما هو عليه. عندنا مثلا هنايا الشيخ حموده اللي تابع للقريه نتاع دقافايت ولا جماعه دقافايت، الشيخ حموده اللي طرا هنا على مساحه قدها قداش نتاع الارض، الا انه في الوقت اللي احنا مشينا ورصدنا الخرق وتم الاتصال بالاداره نتاع المياه والغابات، هذا الشيخ حموده حاول ما امكن نظرا للصفه اللي عنده حول الخرق الابن ديالو اللي خدام في المحكمه الابتدائيه نتاع جرده اللي هو حمزاوي طارق، اللي تم اتخاذ الاجراء في شانه وتحرير محضر مخالفه، يعني حمهنا التحايل على كسميتو. نفس العمليه تمت بعون السلطه اللي متواجد في جماعه العوينات اللي هو عماري حموده اللي مطرى على مساحه اللي هي شاسعه من المجال الغابوي واللي تم التدمير ديالها. هذا الانسان هذا اللي قامت مجموعه نتاع الساكنه نتاع الدوار اللي تابعه له اللي هما سكان دوار اولاد موسى بن عمر، اللي داروا مراسله للسيد رئيس الحكومه في هذه هي المراسله، نموذج نتاع المراسله اللي داروا، وهي مرفق نموذج نتاع المراسله اللي داروا في شان هذا عون السلطه. تمت مراسله السيد رئيس الحكومه في هذا الشان هذا، الى جانب مجموعه لائحه نتاع التوقيعات مرفقه لهذه الشكايه هذه. هذا العون هذا المتسلط اللي ما لقاش اللي يردعو، اللي سبق للمنابر الإعلامية أنه نشرت في شأنه هذه المقالة
سبق لنا حنا كشبكه جمعويه اللي تم الرصد نتاع هذه الخروقات اللي قام بها هذا العون اللي هو عماري حماده، جبنا له يعني تم الاتصال بالسيد المدير الجهوي للمياه والغابات، واللي ارسل لنا واحد اللجنه جهويه واللي خرجنا بها لعين المكان بمجرد ما انه بلغوا الخبر بان كاين لجنه جهويه اللي غادي تتوجه لديك البلاصه اللي مترامي عليها. جات تما الاداره وتعدى على الشبكه الجمعويه لحمايه المال العام والبيئه بألفاظ ولا بكلام نابي، وفي نفس الوقت في نفس اللحظه حنا درنا هذه المراسله هذه ومشينا للسيد عامل الاقليم باش يتخذ الضوء اجراء ضد هذا عون السلطه المتسلط، الا ان شيء لم يقع باقي يمارس المهام ديالو، ما كاين حتى شي حاجه. وهذا هو اللي كيخلي المجتمع المدني شي مرات يعني اسلوب التيئيس، هذا اسلوب التيئيس اللي الحل الوحيد هو الانسان يعني المجتمع المدني اللي كنوصيه هو انه يتحلى بالصبر. حنا حاليا متواجدين بمنطقه مقطع تارشا جماعه تقافايت، حنا متواجدين حاليا باش نرصدوا واحد الخرق اللي هنا يتم في الاراضي السوريه نتاع قبيله ولاد بختي. هذا العقار اللي كيتم التصوير ديالو حاليا كان محل نزاع ما بين جوج نتاع الاشخاص، واحد الشخص اللي هو الشاني ادريس اللي هو من ذوي الحقوق، وعون السلطه اللي ليس من ذوي الحقوق واللي اللي سميتو جفالي المامون، هذا عون السلطه. من بعد ما تم النزاع تم عرض هذا المشكل هذا على انظار اللجنه النيابيه والسلطه المحليه اللي اتخذت بشانه قرار نيابي اللي ما تمش فيه التوافق ما بين اللجنه النيابيه ما بين الساده النواب، واتخذت المسطره القانونيه المسار ديالها وتم العرض نتاع القرار النيابي على مجلس الوصايه. بلغنا السيد القائد نتاع دقافايت بان مجلس الوصايه تم الحسم في هذه القضيه، مجلس الوصايه تم استصدار قرار اللي حكم للصالح نتاع جفالي المامون عون السلطه اللي هو ليس من ذوي الحقوق. الى حدود الساعه من خلال واحد اللقاء اللي درناه مع السلطه المحليه مع السيد القائد لازلنا ننتظر التنفيذ نتاع هذا القرار اللي صدر على مجلس الوصايه، اللي حاليا كانت سائلوا في التنفيذ نتاع هذا القرار هذا واش غادي كي غادي تتم القضيه، لان السيد اللي كان طرف في النزاع توفى، واش غادي يتم احاله هذا العقار على الابناء ديالو، وهنا غادي نكونوا ولينا المنطق التوريث في الاراضي السلاليه واللي هو مخالف للمسطره القانونيه، او لا هذا العقار غادي يولي الجماعه النيابيه، وديك الساعه يبقى لها هي السلطه الحاكم باش انها تمكن هذا العقار من ابناء القبيله اللي ما عندهم حتى شي في الاراضي ديالهم. المساله اللي كتبقى عندهم هو انهم عندهم وثائق بان البلاد ديالهم، ولكن على ارض الواقع ناس اللي مشردين، كاين اللي مشى لاوروبا، كاين اللي دخل المدن، كاين اللي، وهذا هو الواقع اللي كاين. هذا غير نموذج في الاراضي السلاليه، هذا المشكل غير نموذج، لان كاين مجموعه تاع القرارات اللي صدرت على مجلس الوصايه لازلنا ننتظر ان السلطه المحليه او القضاء يتخذ الاجراءات بشانها. كاين قرارات اللي صدرت على مجلس الوصايه واللي ذيلت بالتنفيذ، الا ان الاشخاص اللي كانوا تما يعني باش يديروا لهم الافراغ، شكون اللي غادي يدير لهم الجهه اللي غادي تفرغهم؟ الى حدود الساعه لازلنا ننتظر الوضع باقي على الحال ديالو. يعني كاين مشكل عندنا في اراضي السلاليه في قبيله ولاد بختي، لهذا اللي كنطلبوا من السلطه لا المحليه ولا السيد عامل الاقليم اللي احنا عندنا ثقه فيه كبيره وكان النزاهه ديالو يعني اللي مدويه في البلاد، كنتظروا منه يتخذ اجراءات مناسبه لانصاف هذه القبيله، اتخذ الاجراءات المناسبه على الاقل في هذه القرارات اللي صدرت على مجلس الوصايه يتم التنفيذ ديالها في اطار اللي هو قانوني. هذا من ناحيه، من ناحيه اخرى هاد الناس هذو اللي متوافدين بحال هذا عون السلطه، ها هما مجموعه نتاع الاماكن اللي تم الاجتثاث نتاع نبات الحرفه، يعني هذو يضروا كي قال له بالعباد وكلش، ما خلاو لا حلفه ولا الترامي على اراضي الجوم، وعلى الغطاء النباتي تم التدمير ديالو، ولا ينهز شي كامل كيتم لتصفيه حسابات سياسيه ضيقه ما بين مجموعه نتاع الناس اللي المصالح ديالهم تستمر في ظل هذا الوضع هذا، وكيقاوموا التغيير في البلاد. والمغرب ديالنا على ما كنظنوا بانه درنا القطيعه مع الماضي، وحاليا كنشدوا التغيير. الخطاب اللي المسناه واللي هو واضح للعيان اللي جعل لسان على سلطه في البلاد اللي هو سيدنا الله ينصره، هذا من ناحيه. بالنسبه للمياه والغابات، هاد الخروقات هما على علم بها، كيتم التبليغ ديالهم من طرف الشبكه الجمعويه بجميع الخروقات اللي كتتم في الاقليم، والاغلب ديالها كيخرجوا المياه والغابات كيديروا محاضر مخالفه، لان هنا كيقول لك حنا هنا كملت المهمه ديالنا كنحيلوها على القضاء. القضاء من اللي كتوصلوا المشكله نتاع القضاء هو التباطؤ، كاين التباطؤ في استصدار الاحكام ضد هاد الناس، حتى الا كانت احكام
كتكون أحكام اللي فيها غرامات جزافية لا ترقى إلى مستوى الأحكام اللي ممكن تغير على مستوى الواقع إعادة الحال إلى ما كان عليه، أو يعني هنا كيبقى المجتمع المدني ما بين المطرقة نتاع التباطؤ نتاع القضاء والتهاون نتاع الإدارة المسؤولة وتضارب المصالح نتاع نخبة معينة على المستوى المحلي ولا على المستوى الإقليمي. لهذا الشيء دائما كنوليو للسيد العامل المحترم أنه يتخذ إجراءات أو لا يفتح تحقيق في هذه القضية نتاع المجال الغابوي أو لا في الأراضي السلالية نتاع قبيلة ولاد بختي، وإنصاف وإعطاء كل ذي حق حقه.